هذه قضايا أربح حينما تكون تقولها يوميا في الصباح وفي المساء تستحضر حقيقة بحيث تكون جميع أعمالك لله عز وجل. ينبغي فعلا أن يستصحبه المسلم في ورده الصباح والمساء. وهو حديث طبعا أخرجه الطبراني ورجاله كما قال العلماء رجاله جاءوا صحيح، وهو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان مشركا. هذه قضايا أربح حينما تكون تقولها يوميا في الصباح وفي المساء تستحضر حقيقة بحيث تكون جميع أعمالك لله عز وجل. أصبحنا على فطرة الإسلام فأقيموا وجه الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة إبراهيم. هي كلها حقيقة كلها واحد من حيث أنها كلها حق الله عز وجل وكلها ترسيخ للتوحيد وترسيخ لأنك في صباحك ومسائك متعلق بالله وحده. الإخلاص لمحمد ملة إبراهيم هي واحدة اللي هو التوحيد، ملة إبراهيم ودين محمد ولا الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفة مسلم وما كان من المشركين.